التظاهره او هذه التظاهره الموازيه لمعرض الكتاب جات باش تسلط الضوء على واحد الاشكاليه اللي كنعيشوها جميع في هذه اللحظات الحرجه ديال تدبير الموارد المائيه بفعل تناقص التساقطات الواردات المائيه تدني مستويات المياه بالسدود. فجات باش تسلط الضوء على هذه الاشكاليه وتوضح شنو الاسباب ديالها شنو النتائج ديالها وشنو ممكن شنو درنا حاليا وشنو ممكن نديرو سواء على المدى القصير او المتوسط او البعيد باش نعالجوا هذه الاشكاليه الانيه ونتفاداو انعكاساتها المستقبليه على هذا القطاع الحيوي والضروري والاساسي بالنسبه لجميع المواطنين المغاربه.